ده اللي حصل امام منطقة الحادث. تعالوا نشوف ايضا احد القساوسة وهو يعلق على الحادث من محيطه. ان لم تكره الدم ايها الاشرار الاسمى، ان لم تكره الدم فغصب عنك الدم هو اللي يتبعك، هو اللي ينشرك. لم يستطع قايين ان ينام ليلته بعد قتل هابيل، لم يستطع، بل الله اتى وقال له صوت دم اخيك صارخ الي. وهذا الشرير قايين يكذب، يقول انا ما عملتش حاجه، هو احارس انا لاخي. ياما اشرار موجودين واسما فعلوا فعلتهم يقولوا ان احنا ما عملناش. هو حر، هذه حريه شريره مقيته. عندما نقول اننا نسامح الذي فعل هذا ونغفر، هذا لا يقلل من قيمة حق الدولة في المجتمع، بمعنى أن هذا الشخص الذي فعل فعلته شرير آثم خاطئ، لا أستطيع أحكم عن شخص قاتل أنه بار، بل أقول عنه أنه آثم شرير. والله نفسه عنده دينونة لازم تستريح لهذا الأمر. قال لي أحدهم قبل الجنازة، قال يعني إن الناس بتعمل فيها كل حاجة ومحدش بيتكلم، إله ناظر لكل اللي بيحصل. تأكد إن في إله اسمه ديان عادل. ربما أنت فعلت هذا الفعل واختفيت، لكن هناك إله في آية في سفر حزقيال أريد أن تحفظوها.